السلام عليكم ورحمة الله، صلوا على سيدنا محمد واعملوا لنا اعجاب للفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة مشان توصلكم المعلومات المفيدة والقيمة. تتريك الهواتف عبر الإيدولات وميزة رائعة تخص موضوع الوكالات في تركيا أيضا عبر الإيدولات. بالإضافة يا أخواني رح نحكي عن موضوع تحديث البيانات وليش عم يتأخر موعد تحديث البيانات وحجز موعد لتحديث البيانات بالطريقة الصحيحة. بالإضافة كمان لأصحاب الإقامات شلون بدهم يحدثوا بياناتهم، هل هن مجبرين مثل أصحاب الكملك ياخذوا موعد ويروحوا على موعد تحديث البيانات؟ خلينا نحكي بتفاصيل جدا هامة. بداية أخواني، تتريك الهواتف عبر الإيدولات، هل في تتريك للهواتف عبر الإيدولات؟ نعم في تتريك للهواتف عبر الإيدولات، ولكن في شروط معينة لحتى تقدروا تتركوا الهاتف عبر الإيدولات. طيب شو هي هاي الشروط؟ كيف الطريقة عم تكون؟ الموضوع جدا بسيط، رح خلي لكم فيديو بأسفل هذا الفيديو بأول تعليق مثبت، روحوا شوفوا شارح الطريقة بشكل كامل عن موضوع تتريك الهواتف عبر الإيدولات. الخدمة الثانية الرائعة اللي رح نحكي عنها هي خدمة الوكالات عبر الإيدولات. شو يعني هذا الحكي؟ يعني بإمكانكم اليوم إذا أنتم مثلا عاطين شخص وكالة، حابين تشوفوا مدة الوكالة، حابين تشوفوا تفاصيل الوكالة، هل انتهت الوكالة أو لسه هي سارية المفعول، حابين تتأكدوا منها، هل تم فعليا إبطال الوكالة ولا لسه الوكالة شغالة، هذا الموضوع كله فيكم تتحققوا منه كمان عبر الإيدولات. كيف بدنا نتحقق منه؟ بكل بساطة رح خلي لكم رابط الفيديو، أنا شارح الطريقة بشكل كامل كمان بأول تعليق مثبت بإمكانكم تشوفوه. طيب الموضوع الثالث واللي هو كتير مهم، ليش عم يصير تأخير بموضوع تحديث البيانات؟ يعني انت اليوم اخذت موعد لك او لك ولعائلتك وبدك تحدث بياناتك وتزبط امورك، فهذا الموضوع عم يتأخر معك مثلا شهر شهرين لحتى يبعثوا لك الرسالة الثانية، شهرين ونص، في ناس 3 أشهر. يعني شو قصة موضوع تأخير تحديث البيانات؟ بيعود يا اخواني هذا الموضوع لشغلتين. الشغلة الاولى يا اخواني هي موضوع الضغط فقط لا غير. موضوع ضغط يعني انت في دور معين، انت اليوم حجزت دورك، في غيرك ناس عم تروح كمان، ففي ضغط معين، بس هذا هو الموضوع بالنسبة لتأخير الرسالة التأكيدية تبع موضوع تحديث البيانات. موضوع الضغط، انت حجزت موعدك، عملت اللي عليك، فما عليك غير انك تستنى فقط لا غير، وهن بيعرفوا انك انت مقدم على موعد. الشغلة الثانية عم تكون يا اخواني انه في اشخاص عم تفكر حالها حجزت فعليا موعد لتحديث البيانات ولكن هي ما حجزت وما مشيت بالخطوات بشكل صحيح. لهذا الشيء رح خلي لكم فيديو كيفية حجز موعد تحديث للبيانات بالطريقة الصحيحة كمان بأول تعليق مثبت، يعني اضغطوا على التعليق رح يطلعوا لكم جميع الفيديوهات اللي حكيت لكم عنها. طيب أصحاب الإقامات غيروا عنوان سكنهم، الناس اللي معهم إقامة وليس حماية مؤقتة، غيروا سكنهم أو بدهم يروحوا مثلا هن غيروا سكنهم من مكان لمكان وراحوا على النفوس وثبتوا عنوانهم الجديد، هل هن لازم ياخذوا موعد من موقع تحديث البيانات؟ لا يا إخواني، هذا الموقع فقط مختص للأشخاص اللي هن تحت الحماية المؤقتة والحماية الدولية. أصحاب الإقامات أصلا هيك هيك بدهم يراجعوا إدارة الهجرة مو على كيفهم. ليش؟ لأنه أصحاب الإقامات بشكل تلقائي عم يجددوا إقامتهم بشكل سنوي او كل سنتين مره، يعني كل سنه مره او كل سنتين مره بيراجعوا اداره الهجره بشكل تلقائي لتجديد الاقامه. فهدول الاشخاص لما بيراجعوا اداره الهجره اثناء تجديد الاقامه اخواني بياخذوا معهم قيد النفوس وبيثبتوا عنوانهم الجديد. اصحاب الاقامات عليهم انه يثبتوا عنوانهم بالنفوس، هاي المرحله الاوليه، بعدين لما بيروحوا بجددوا الاقامه اصلا تلقائيا رح ياخذوا قيد نفوس معهم ورح يتحدث عنوانهم الجديد. بظن هيك اخواني بتكون وصلتكم الفكره. ان شاء الله في عندي فيديوهات جدا قيمه ورائعه مقبله من شانكم. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.